يا مساء الفل، تعالوا نعمل صينية بسبوسة بالكريمة والكنافة، خطيرة. قعدت أفكر بقى أسميها إيه، ما لقيتش أحلى من اسم المتختخة. والله يا جماعة بصوا، اسم كمل كده، المتختخة خطيرة. أول حاجة هنعمل البسبوسة. كوبايتين من سميد البسبوسة الناعم، رشة ملح، نص كوباية سكر، معلقة من البيكنج باودر ونقلب، ونص كوباية سمنة سايحة. هندوب فيهم معلقة من العسل الأبيض ونحطه على السميد ونقلب كويس قوي. وآخر حاجة هنحط واحدة زبادي اللي هي بتاعة العشا الصغيرة دي، ومش هنقلب كتير، يدوب كده بس الزبادي شكله يختفي وخلاص. صينية بقى، أي صينية عندك. أنا دهنتها سمنة كويس قوي وحطيت نص كمية البسبوسة، وبعدين حشوة الكريمة، وهكمل تاني نص كمية البسبوسة. حشوة الكريمة دي عبارة عن ايه؟ كوباية لبن حليب، هدوب فيه معلقة كبيرة كده مليانة من النشا، وأول ما يدوب هقوم حطاهم على النار وافضل أقلب أقلب لغاية ما يتقل. بس كده. عايزة تحطي معاه كريمة خفق للحلويات أو كريم شانتيه أو قشطة، براحتك. بعد ما حطيت النص التاني من المسبوسة على الوش، جبت شوية كنافة دهنتهم كده بحبة سمنة سايحة، وبرضو فردتهم على الوش. فرن سخن درجة حرارة 180 لمدة تقريبا 35 دقيقة. هتلاقوا الحروف كلها احمرت، رحت فاتحة الشواية حاجة خفيفة خالص. وأول ما البسبوسة بالكنافة طلعت كده وهي سخنة، سقيتها بشربات سخن عبارة عن كوباية سكر، كوباية مية على النار يغلوا لمدة 3 دقايق، عصرة ليمونة وكيس فانيليا، وغطيتها وسبتها لغاية ما تبرد خالص، تقريبا بتاع تلت ساعة أو نص ساعة عقبال ما بردت. شلت الألمنيوم فايل وزي ما انتوا شايفين خلعتها من الصينية وحطيتها في طبق، ورحت بقى ايه رايحة وجاية عليها باللبن المكثف المحلى، لذاذة مش قادرة اقول لكم. وقطعتها شوية فستق، عندي كمان الورد الأحمر المجفف ده لو تحبوا برضو تحطوه، أو حتى تاكلوها كده على طول، خطيرة حلوة جدا. ما خدتش وقت على فكرة خالص في تحضيرها، ما خدتش وقت، واخدت في الفرن بس 35 دقيقة وارتاحت بعد كده. مش قادرة اقول لكم بصوا عاملة ازاي، ملهاش حل. طعم الكريمة يجنن، البسبوسة مع الكنافة خطيرة. ان شاء الله تجربوها بنفسكم، وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو والوصفة من فضلكم اعملوا له لايك وشير.